اخوتي السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. تشكر الناس اللي تيتبعونا داخل الوطن وخارج الوطن. صراحة الاخوان، يعني كنت نقول بالنسبة لي فلوغ، يعني اللي خارجين على نطاق ديال السوق، يعني ما غاديش نلقى فيهم شي مشاهدات، ولكن الحمد لله تتفاجئوني بالتعاليق ديالكم و اللهم يسر. شكرا لكم بزاف بزاف. المهم الاخوان، فلوك ديال اليوم ان شاء الله، احنا دابا متواجدين في منطقة عبري، نواحي ديال الساب. ان شاء الله الاخوان، احنا غادي نصوبوا واحد القيطون ديال السكنة. المهم الاخوان، خليكم معنا ان شاء الله، غادي نوريكم المراحل باش غادي نبنيو هاد القيطون. صراحة يعني اكتسال مأموريات دغيا دغيا، الحمد لله يتركب ويوقف الشعب ديال الحديد، واحد ليكود فين تيركبو دوك الحدايد، هادوك مسودين تنصوبوهم عند السودو. وتبارك الله عليكم الاخوان، خليكم معنا ان شاء الله. الفيديو صراحة هو طويل، ولكن حنايا راه فاش منطيتو راه قصرتو وزربتو شوية، اللهم يسر. لجنا معنا ضروري من الماء، ضروري من شوية ديال المعونة، ضروري الله يسخر الجميع. هنا الاخوان، بعد ما حطينا الحديد وحطينا دوك الكواد، غنبداو نمونطيوهم. يعني ضروري خصيت مونطا واحد واحد، هذا ديال اللوست، تركبوا الجعاب ديال اللوست وديال الجناب، وبداو نمونطيوهم خصيت مونطا واحد واحد. هو الجعاب داير فيهم تقريبا، داير فيهم من 3 متر، الجعاب كاملين داير فيهم 3 متر، يعني غادي يكون في هذا اللي غادي في الطول 3 متر، وديال العرض 3 متر على اليمين و 3 متر على اليسرى. و هذا تنديرو حنايا على حساب الكسيبة، تيكون فيه عندي فيه في الطول تقريبا شي 12 متر، ولكن حنايا دابا نستغلو على حساب باش نديروه السكنة. هنا كما تشوفوا تنحفرو ليه الرجلين باش يشد مزيان باش ميتحركش، حسب الريح تيكون الريح مجهد. حفرنا ليه في الارض تقريبا، حفرنا ليه شي 40 سنتيم، ولا حفرنا ليه ما بين 30 و 40 سنتيم، حفرنا ليه ان شاء الله. المهم غادي نحفروا ليه الجناب، وغادي نجيبوا القصب غادي نديروا ليه من الفوق. هنا تنرونفورسيو بهاد لوتاد ديال الكاليبتوس، تنرونفورسيو المهم ضروري باش نطاشيوهم بالسلك. هنا كيما شفتو غادي نصوبو القصب. دابا القصب الاخوان درنا على حساب الماء، ولا شي تحت الثلج ولا الماء، باش ميشدش، باش الميكا فاش نلوح فوق منو الميكا ما تطيحش في دوك الحفارين. هنا كيما تشوفو تنحفرو الجناب. صراحة هاد الحفير ديال جناب الاخوان يعني مزيان، حتى بالنسبة للبال ولا بالنسبة لشي حاجة اللي تبغي ما تقيسهاش الماء، تحفر ليها في الجناب باش تتلوح الميكا، تتخشي الميكا في ديك الحفرة، ترد عليها الحجر والتراب، ما تدخلها حتى شي حاجة، يعني ديك الساعة ما عند الماء منين دوز لها. الحمد لله الإخوة راه كاين غا دقو السكات. هم الإخوان تسترق لينا تقريبا شي 3 سوايع هكاك باش كملناه ولحنا الميكا، يعني شي 3 ديال السوايع. هو ساهل دغيا دغيا تيتمونطا. بالنسبة للناس المتتبعين اللي غيشوفو، كنت درت واحد الفلوق عليه فاش كنا دينا القيطون لتطوان، كان تقريبا فيه شي درنا القيطون تما فيه 12 متر، وبنينا الحمد لله ما كملاش ساعة ديال المكانة تتبنيه. دابا هدا محيت نديرو ليه القصاب ونرونفورسيناه بدوك الجعاب الوسطانيين، داكشي باش شد لينا شويه ديال الوقت. المهم درنا ليه خدمه ديال الخاطر. وتبارك الله عليكم الاخوان، ما تنساوش الاخوان تفعلوا معنا في القناه، تخلي لنا البصمه ديالكم. تحياتي لكم. يعني صراحه في التالي جا من داكشي الرفيع بالنسبه للميكا اللي غادي نديرو ليه كحله. هنا الاخوان
كما شفتو خيطناه شويه بالقصب. الميكا هي هذه اللي غادي نديرو ليه. هنا من بعد ما لحنا الميكا الحمد لله راه دورنا ليه التراب والحجر في الجناب، قالت لي نغير البلاصه القداميه حنا تنصوبوها دابا. هنا الاخوان بالنسبه للباب يعني غادي غير نلوي الميكا، غادي غير نجمعها يعني مازال ان شاء الله الباب عاوتاني غادي نصوبوه، غادي نجيبوه مربع تما يعني غادي يجي الباب تما في داك لوست على الجهه ديال اليسار. وهم هنا الاخوان غادي نهبطوا الرحيل يعني مشى علينا الحال، مش قربات تغرب غادي ندخلوا الرحيل كاع داكشي اللي جبنا غندخلوه لداخل. غادي النتيجة النهائية الاخوان مازال ان شاء الله فاش غادي نصوروا الباب غادي نصوروا معكم. يعني الاخوان هكا محيد داير يعني داير مقنت هكايا ما غاديش يشد الماء وما يشدش حتى الثلج ما يشدوش، وتا على حساب الريح ما غاديش ما غاديش يغلبوا الريح، غيبقى مكالي شاد راسو مزيان. حتى الحفير اللي درنا ليه والحجر اللي درنا الميكا غادي تشد مزيان. هنا الاخوان النتائج النهائيه نقصب من الداخل يعني الحمد لله متسع تبارك الله راه فيه اتساع. وتبارك الله عليكم الاخوان، نتمنى يعجبكم الفلوك، اللهم يسر.